قال بنك الدولي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في قطاع غزة، حيث تم تدمير قرابة 45% من المباني السكنية في القطاع بشكل كامل. وأضاف البنك الدولي أن قوات الاحتلال تعمدت تدميرا ممنهجا طال كل مناحي الحياة من أحياء ومدارس ومستشفيات وأسواق وغيرها، حيث سوت أحياء كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بالأرض.